فاز منتخب مصر لكرة اليد بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك بالفوز على تونس بنتيجة 27-23 في المباراة النهائية، وحقق النجم الإفريقي السابعة في تاريخه، وتأهل مباشرة لأولمبياد طوكيو 2020. حصل المنتخب المصري لكرة اليد على تذكرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد أن نجح في تقديم عرض أكثر من رائع أمام المنتخب التونسي بعد تحويل التأخر إلى تقدم وانتفاضة بعد الدقيقة 11 من عمر المباراة. يعد هذا الفوز هو الأول لمنتخبنا على تونس في ملعبه ووسط جماهيره، وبتحقيق هذه البطولة أصبح رصيد مصر 7 بطولات إفريقية. وأشاد الرئيس السيسي بالإنجاز الذي يعكس العزيمة والإصرار والإرادة لدى هذا الجيل من شباب مصر، والذي يضاف للإنجازات المتلاحقة لأسرة كرة اليد المصرية مؤخرا في مختلف الفئات وعلى كافة المستويات القارية والعالمية، والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي. نرجع مرة تانية مع كل السادة المشاهدين ونواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميلة. وفي فقرتنا بنتكلم على استعدادات الاتحادات الأولمبية لطوكيو 2020. مزيد من التفاصيل من خلال لقائنا مع حضراتكم والكاتب الصحفي الأستاذ جمال بدراوي، نائب رئيس تحرير جريدة المصر. صباح الخير. صباح الخير وأهلا بحضرتك معي. ربنا يخليك يا دمان. أهلا بحضرتك يا أستاذ جمال. وطبعا الألعاب الأولمبية دي يعني فرصة جميلة جدا الناس تتعرف ببعضها وتعرف الرياضة في كل دولة وصلت لغاية إيه. هي حاجة إنسانية إلى جانب كونها حاجة رياضية مهمة بالنسبة لنا. طبعا مصر لازم تكون دلوقتي الاستعدادات على قدم وساق لسفر البعثة المكونة من عدد من الألعاب. أهم الألعاب اللي احنا هنشارك فيها بمنتخبات إيه هي؟ هو لحد دلوقتي في مرحلة إعداد ومرحلة تأهيل، زي ما حضرتك عارفين اللي بقى فيه قبل أي أولمبياد أو أي كومبيتيشن عالمي زي بطولة عالم أو بطولة دولية أو قارية، بيحصل حاجة اسمها تصفيات أو تأهيل للقصة دي. احنا لحد دلوقتي الاتحادات معظمها في ناس بتتأهل من خلال بطولات دولية أو بطولات أفريقية أو قارية. آخر حاجة يمكن لسه كان اتحاد اليد اللي احنا فرحنا بيه كلنا لما فاز في تونس واتأهل بالفعل الحمد لله. دي أول لعبة جماعية تعتبر، يعني اللي هي اللعبة التانية الشعبية التانية في جمهورية مصر العربية من حيث الجماهير ومن حيث الإنجازات أيضا. الاتحادات التانية اللي هي الاتحادات الفردية هي اللي عليها المشكلة دلوقتي أو المشاكل اللي موجودة في لجنة أولمبية، اللي دعا السيد الوزير الدكتور أشرف صبحي الصديق العزيز إن هو يحول مجلس إدارة اللجنة الأولمبية إلى النيابة العامة. نيابة أموال العامة دي كانت مشكلة كبيرة جدا، طبعا أكبر مشكلة طغت على سطح الأحداث الرياضية في 2019. كان هذا التحويل طبعا العديد من المخالفات اللي حصلت في أولمبياد ريو دي جانيرو السابق عندي اللي هو كان 2016. يمكن كان يعني لينا الحظ ان اكون موجود بالتغطية الإعلامية في أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل، ويمكن كان المشكلة في ان في بعض اعضاء مجلس النواب طلعوا مخالفة للقانون، وكان في حتى في مشاكل في اسعار التذاكر بالنسبة لهم. في تذاكر كان ب 15,000 من الشركة الوطنية، تم شراء بعد تذاكر ب 19 ب 17 و 500 وحاجات من دي. طبعا ده كان المدير المالي، تم تحويله للنيابه مع رئيس اللجنه الاولمبيه هشام حطب الحالي، وايضا المدير المالي السابق والمستشار المالي الحالي. فدي عامل مشاكل في الاستعدادات، عامل مشاكل في الاستعدادات حضرتك. من حيث ان يمكن الاخ العزيز سكرتير عام اللجنه الاولمبيه كان بيتكلم بيقول ان يعني ان احنا كل شويه رايحين النيابه وجايين من النيابه، في تشتيت وفي حاجات كده مش لسه كنت هقول لحضرتك فضل. يعني مردود ده على الاستعدادات عامه للتاهل او الدخول في اولمبياد المقامه في 2020. يمكن حضرتك الكابتن هشام حطب اللي هو رئيس اللجنه الاولمبيه الحالي عمل نفسه قاضي وحكم وخصم في نفس الوقت،
بحكايه مركز التسويات اللي برضو دي كانت من ضمن المخالفات اللي عملها اللجنه الاولمبيه والمحكمه الدستوريه العليا ومحكمه النقض ابطلت ده وقالت ده مغاير تماما الى الدستور ومخالف للدستور. طب معلش يا استاذ جمال فضل. يعني احنا عايزين نشرح اكتر للساده المشاهدين ما تم، وطبعا خلينا نقول انه دايما حق الرد مكفول للطرف الاخر. طبعا طبعا. بص حضرتك، احنا بنتكلم على وقائع وعلى احكام قضائيه وقانون صدر مش هيصدر، فاذا انا بتكلم على حاجه بتنبأ مش بتنبأ، وبنقول خبر. انا راجل صحفي مهمتي ان انا بقول خبر، وبغطي اللجنه الاولمبيه دي يمكن اكتر من 20 سنه، وسافرت العديد من البطولات العالم، واخيرا اخر اولمبياد كنت مشارك معاهم، وادعي ان انا قريب جدا من الاحداث معاهم. فطبعا بنتكلم عن واقع. هذا الواقع ان احنا دايما متعودين ان اي كومبيتيشن او اي بطوله عالم او اي اولمبياد بيطلع قبلها الكتيب بيقولوا احنا عندنا فيه لعيبه مؤهله كذا وكذا. حتى الان لم يعلن عن هذا الموضوع. الاولمبياد زي ما حضرتكم عارفين والساده المشاهدين عارفين يوم 24 يوليو القادم لغايه 9 اغسطس، يعني خلاص، يعني الابواب زي ما بقول فاضل 5 أو 6 شهور. صحيح. وحتى الان لم يعلن الاسماء النهائيه، وحتى الان لم تعلن التوقعات. يمكن زي ما قلت لحضرتك من شويه السكرتير الاتحاد سكرتير اللجنه الاولمبيه كان بيقول ان هو ما يعرفوش قد ايه عدد الميداليات. طب انتوا هتشاركوا على ايه؟ ورئيس اللجنه الاولمبيه قال لا مش هتوقع عدد الميداليات. طب انت الدعم اللي انت هتخطى اكتر من عشرات الملايين ده وديته فين او راح فين؟ لازم يسال. يعني المنشطات اللي حصلت في اتحاد رفع الاثقال، المنشطات اللي تم اكتشافها في الجودو، المنشطات في كمال اجسام، في اتحادات كتير جدا عندها عوار وعندها مشاكل كبير جدا وفساد موجود داخل هذه الاتحادات. ربما علشان كده بيعيدوا ترتيب الاوراق، يعني برضو فتره 6 شهور، هل دي بيحصل فيها تصفيات للاعبين المؤهلين؟ التصفيات حضرتك هي الاولمبياد بتقام كل 4 سنوات. فبعد يعني العالم كله بيبدا يستعد للاولمبياد القادم بدايه من انتهاء الاولمبياد الحالي. قدامهم 3 سنين 4 سنين يستعدوا. عندهم 3 سنين فاتوا او 3 سنين واكتر، يعني 4 سنوات عدت او 3 سنين ونص بالظبط عدت. طب راحوا يعني الاعداد راح فين؟ العالم كله عنده خريطه لما هو اتي، احنا ما عندناش خريطه، احنا عندنا البطل بيطلع بالصدفه. وعندنا يعني رؤساء الاتحاد، في رئيس اتحاد مسجل عليه 54 قضيه وهربان من احكام قضائيه نهائيه ده، وتم استبعاد بعض الناس زي واحد اللي هو سامح مباشر رئيس اتحاد الجودو السابق ده، وكان مساعد وزير الداخليه. بتستبعدوا الناس اللي هي تقدر تدي، والناس اللي هي تعرف يعني هي بتخاف على سمعه مصر وسمعه اللعيبه بتاعتها. مصر كبيره جدا، يعني هي مصر جميله ومصر كبيره، يعني احنا يا جماعه يعني في مسؤوليه. احنا اول حضرتك دوله شاركت في الاولمبياد، يعني من اول الدول اللي شاركت في الاولمبياد. تاسس عندنا الاتحاد الافريقي لعديد من الالعاب، نقدر نقول فوق ال 20 اتحاد. عندنا اكتر من 20 اتحاد تم تاسيسهم في مصر، افريقي وعربي. طب ازاي يكون لنا هذه الرياده وازاي نكون احنا في غياها بالنسيان بالطريقه دي؟ طيب احنا بنتكلم، معلش انا اسفه يا نهله، ده يخلينا ننتقل. يعني احنا دلوقتي مركزين على نقطه محدده، الاعداد وهنتقل لمين؟ نركز في سكوب اكبر بالزبط. اللي احنا عندنا مشكله الاعداد والتاهيل والاهتمام بالالعاب الفرديه بالزبط. والاتحادات المختلفه بالظبط. هو كده حضرتك. بص اول حاجه يعني عدم الاستقرار وعدم والشتات اللي موجود ده وعدم الثبات الانفعالي للعيبه وعدم استقرار ليهم، ده بيضيعنا بره الموضوع، بره المنظومه. اتحاد رفع الاثقال حضرتك اللي كنا بنقول عليه اتحاد الاوناش، اللي هو دايما ميداليه او 2 أو 3 أو 4 مضمونين اولمبيين، وكان في ميداليتين منهم برونزيتين في الاولمبياد الماضي صدق. اللي هو محمد ايهاب وساره سمير، جبنا ميداليتين. المفروض الميداليتين المره الجايه يبقوا 4 أو أكتر طبعا. زي العالم كله ما بيعمل حضرتك. احنا تم شطب الاتحاد وتم حجب نتائجه تماما عشان منشطات. طب فين النتائج بعد كده؟ المفروض رئيس الاتحاد ده يحاكم، مش ان هو يقال. ما انت اقلته بعد ما هو خد عمل المصيبه وقضى على مستقبل جيل كامل، وقضى على مستقبل وعلى فلوس اتصرفت، كل لاعب اكتر من 30 مليون جنيه. 30 مليون جنيه وتهدرها؟ طب انت عندك قوام منتخب 10 او 12 لاعب، الفلوس دي مين ما بدم الشعب ومن ضرايبنا ومن واولادنا ومستقبلهم والكلام ده راح فين؟ والمين؟ ومين صالح مين دي الكلام ده؟ ولكن العقوبات لما يكون في منشطات بتقع على اللاعب نفسه اللي بيستبعد ولا على الفريق كله؟ يا فندم على الاتحاد كله. يعني احنا دلوقتي تم تجميد النشاط الاتحاد كله، اتحاد رفع اثقال كاملا سنتين، وبعدين في 7 عينات قبل كده، فعندك 7 و6 بقى 13 عينه،
وعينه قبل كده بقى 14 عينه. ايه اللي ادى لكده؟ وبعدين اللي ادى لكده والتحقيقات والنيابه قالت ان كان في مدير فني، المدير الفني ده كان تم احالته للنيابه قبل كده وبعد كده كان ايقافه وبعد كده جابوه بقى مدير فني المنتخب. طب انت واحد كان فاسد قبل كده تجيبه تاني يكمل عشان في مصلحه مع رئيس الاتحاد او مع سموان هو بقى جوه الاتحاد؟ احنا شيء ما نقدرش نتطرق اليه او مش معروف عندنا بالدليل الكلام ده في النيابه تطرقوا ليه؟ لا بص يا فندم، قالوا في النيابه الكلام ده والتحقيقات، وتم ضبط لعيبه وهم في مطار القاهره واتعمل محاضر ب 15 شنطه فيها منشطات، الكلام ده كله كان المفروض جرس انذار لما هو قال. استاذ جمال، هو موضوع المنشطات ده سهل كده انه ياخدوه في شنط؟ يعني ده حاجه لا ده كان اتجار يا فندم استاذ نهله، كان هو حضرتك اتجار وتعاطي يعني. المنشطات دي حضرتك احنا انا كنت لاعب ملاكمه واحنا كنا لعيبه لازم اقول لحضرتك ده تاكله ده ما تاكلوش، تشرب ما تشربوش، نظام صارم في نظام غذائي. هو اللاعب دون بره مؤسسه كامله يعني صح. مايك تايسون حضرتك كان ملاكم، كان مؤسسه كامله قد مؤسسه مبنى الاهرام كده او مؤسسه وزاره الشباب والرياضه، يعني 20 دور بس بيشتغلوا على الفيزيكال بادي بتاع الانسان ده والسيكولوجيست وحاجات النفسيه وكل حاجه عنده. احنا هنا واخدينها بالبركه وان اللي يطلع اللاعب اسلام الشهابي اتوقف من الشطات وكان مرشح يجيب ميداليه اولمبيه 8 سنوات في الجودو. كرم جابر اللي جاب حضرتك الفتى الذهبي اللي جاب في اسينا الميداليه الاولمبيه الذهبيه الوحيده في تاريخ مصر. من هو المسؤول عن ذلك؟ المفروض الناس اللي هي اللعيبه دي اللي جت وعملت ميداليه بتتحط كده زي في حضانه زي الطفل كده وتكمل، لكن احنا بيموتوا بعد كده. اللي بيروح بقى يشرب بانجو، واللي بيروح يلعب في مباريات غير رسميه، واللي الاتحاد بيحاربه متعرفيش ليه. احنا المفروض ده ثروه قوميه يا نهله هانم، المفروض يتحافظ عليها. طب خلينا نشوف ايه اللي ممكن نعمله عشان انا بقول روشيتا احنا عندنا مثلا حاجه ايجابيه مبدئيا في الرياضه المصريه بالزبط. في تقدم لكتير جدا من الفرق، مثلا عندنا كره اليد محققين فيها انجازات كبيره جدا. اليد اخر حاجه حقيقي. وقلنا في اول الحلقه ان ده اسعدت الجماهير وهي كانت اول فرق متاهله. واتحاد اليد يعني في ناس بتراعي ربنا وشغاله كويس وبقياده، قبل كده كان في عندهم ارضيه الدكتور حسن مصطفى اللي هو رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد وهو اللي بيستعد ان شاء الله لانتخابات 2021 ان شاء الله، نتمنى له كل التوفيق. ولكن احنا بنتكلم في مشكله الرياضه المصريه عموما، الهرم الرياضي في مصر بيبدا من اللجنه الاولمبيه ولكن اللجنه الاولمبيه لابد تمشي في ركاب وزاره الشباب والرياضه، مش تمشي عشان انت مش على هوايه ابقى انا لوحدي وانت لوحدك. اللجنة الأولمبية مؤلفة من 24 اتحاد رياضي أولمبي. ال 24 اتحاد دولت المفروض بيشتغلوا لصالح الرياضة المصرية، مش مفروض إن أنا أشتغل لصالح الأشخاص اللي موجودين جوه اللجنة الأولمبية أو أعضاء مجلس الإدارة اللي هو كل واحد بيدلو بدلو لمصلحته الخاصة، ما ينفعش. طيب لو حبينا إن احنا نحط ده في إطار مؤسسي منظم بحيث إن احنا نقدر إن احنا نحصد الجوائز ونقدر إن احنا نصلح ما تم إفساده خلال بالزبط. فترات الرقابة أولا وأخيرا وزارة الشباب والرياضة إن هي ما تبقاش يعني هي لما تيجي بتتدخل حضرتك بيجي اللجنة الأولمبية يقولوا فزاعة اللجنة الأولمبية الدولية، إحنا في تدخل حكومي. لا مش تدخل حكومي، أنا بدي لك فلوس من حق إن أنا أراقب هي بتروح فين، مش كده ولا ايه؟ طبعًا. اي حد كده هو بقى الحكومه تدي بس فلوس، يعني هو دلوقتي انت بس تيجي تقول احنا ما اشتغلناش او ما عملناش علشان ما خدناش فلوس. طب ما انت اخدت فلوس وديتها فين؟ وهل تصرف بقى على هدايا وتعمل تطلع اعضاء مجلس نواب عشان هم حصانه ليك او هم يبقى هم الباك جراوند بتاعك او ظهرك لما تفشل، ولا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ما ده اللي مش عارفينه. وبعدين التحقيقات الى اين انتهت هذه التحقيقات؟ وبعدين تستيف الورق، احنا مشكلتنا في تستيف الورق عندنا، لما يجي حد تمسكه يقول لك لا والله انا ورقي كله مظبوط، ورقك كله مظبوط، طب النتائج بتقول انك انت ورقك مش مظبوط. انا دلوقتي انت ورقك اوكي على الواقع مظبوط، لكن النتائج ما حققش الغرض اللي انا عايزه، ما حققش الغرض اللي الكلام ده حضرتك بالظبط. انت اديني النتيجه النهائي الكونكلوجن في الاخر ايه؟ النتيجه ايه في الاخر؟ الريزلتس بتاعتك ايه؟ ولا حاجه، صفر. لما اجي انا اخد ملايين الملايين واجي اقول لك انت هتعمل كام ميداليه تقول والله انا ما اعرفش في علم الغيب. لا انت مش شغال هنا بالمنافله، هو المفروض بيكون الرياضه علم قياس مراقب يعني العالم كله وصل لايه واحنا بالنسبه لهم ايه. الله عليك بالظبط كده، مراقب العالم كله وصل لايه وانا مستوايا فين فيه. حضرتك انت اول تاني تالت مثلا في اي بطوله. انا كملاكم انا عملت اشتغلت على نفسي قد ايه ورحت معسكر فين ولعبت مع مين؟ طب معلش انا دايما يعني لما بنستضيف هنا
أبطال من الألعاب الفردية دايماً بيشتكوا إنه ما بيفيش إنفاق عليهم وإن دايماً مشكلتهم إن هم ده على نفقتهم الخاصة. بالزبط. بس كلام حضرتك دلوقتي بيقول إن الاتحادات بيتم صرف فلوس، يعني بتحصل على فلوس من وزارة الشباب والرياضة من أجل إنفاقها على اللاعبين. بالزبط. فبالتالي نقدر نحن نحقق نتائج. بالزبط. علامة الاستفهام اللي في النص دي، يعني اللغز ده لم يتم فكه أو فك الشفرة حتى الآن؟ بص حضرتك، هو كلام سيادتك 100% مظبوط، مش 50 حتى. اللعيبة الألعاب الفردية 100% بيصرفوا على نفسهم برضو، مش هو بس بيعتمد على الاتحاد، ولكن الاتحاد الجزء اللي هو بياخده بيهدره. ما دي المشكلة الأكبر، يعني أنت بتاخد فلوس المفروض تنفقها على هذا اللاعب، هذا اللاعب كمان أهله بيصرفوا عليه كمان. يعني لو جينا مثلا على لعبة زي التنس مثلا، الاتحاد هيديله قد إيه وهو اللاعب بيصرف قد إيه؟ بيصرف أكتر. ملاكمة، رفع الأثقال، هو بيحتاج أكل وشرب عشان يحرق وبتاع أكتر من بدول الاتحاد. ما هو مش عايش ليل نهار في الاتحاد، ده عايش في بيته. طبعا. مصارع عايز يأكل، كمال أجسام عايز يأكل، الناس دي كلها بتاكل أكل بفلوسها في بيتها، مش الاتحاد. لكن لما يجي الاتحاد كمان ما يوفرش، أو الاتحاد بقى يشيله يحول اللاعب لتاجر شنطة زي ما حصل في رفع الأثقال، إنك أنت تاخد شنطتين معاك في ايدك تعدي بيهم من المطار من الجمارك، يا اما هلغيك او هشطبك. وده اللي طلع قالوه اللعيبه في اتحاد النيابه الاخيره، واللي قالوه اللعيبه سته ابطال عالم قالوا كده، قالوا احنا كنا بنهدد بشطبنا ووقف حالنا ان احنا لو مشيناش الشنط دي للتاجر اللي هو المدرب بتاعهم هيتم شطبنا. طب خلينا نشوف، هل احنا بنهتم بكم من اللعيبه على حساب الكيف؟ يعني انا عشان اطلع بطل اولمبي ما ينفعش ان انا اقعد ادرب 10 عشان اطلع منهم يعني في الاخر. انا قلت لحضرتك هو التاهيل لما احنا عاوزين يعني لازم ننتخب من الناس دي احسن العناصر ونتبناها. هو حضرتك التصفيات دي بتنتخب او بتصفي تصفيات، بتعمل تصفيه للعيبه اللي هم يصلحوا يطلعوا في المحك الاولمبي ده. بناء على ايه؟ بناء انه ياخد مركز اول او ثاني على الاقل مثلا في القاره، قاره افريقيا كلها. كان الاول الاولمبياد زي ما حضرتك قلت كده، كان يلا فرح العمده اي حد يطلع وحبايب اللي هم اللجنه. لكن دلوقتي بقت الرانكينج العالمي والناس العالميه كل شويه بتتطور، فهم قالوا لا احنا في قياسات معينه، يا بطوله عالم يا بطوله قاره يا وهكذا. كل اتحاد حسب التصنيف اللي هو فيه. الكلام ده خلانا دلوقتي ان في ناس كتير جدا بتؤهل، اللعيبه اللي بتؤهل دي بتبتدي تشتغل على نفسها للدوره اللي بعدها. احنا المشكله حضرتك للاسف، يعني انا مش عايز اقول بس يعني، لكن هو مصطلح بينطبق في سمك لبن تمر هندي، يعني لما تكون الرياضه ماشيه بالكيف كده ما حرام يعني. يعني لجنه اولمبيه عليها مراقبه الانفاق وعليها تسخير وانتقاء اللاعبين وعليها الكلام ده كله، ازاي وانت عندك كل شويه مخالفات وهذه المخالفات ما بتردش عليها الرد المقنع امام الراي العام ولا امام القضاء؟ هما لسه في وقت نتمنى انه يحصل فيه يعني اتخاذ قرارات ورقابه جيده بحيث ان احنا نقدر نحقق اي شيء حتى على مستوى الالعاب المنظمه زي كره اليد او غيرها من الالعاب الاخرى. هو الوقت مفيش وقت حضرتك للاسف، احنا 24 ساعه احنا مش عاوزين نسودها على الناس كده قوي يعني. انا بقول الوقت لكن نقدر نقول ان شاء الله. الناس عارفه حضرتك ربما الناس، لا الناس يعني هل حضرتك تتوقع ان احنا ما نجيبش ميداليات خالص؟ لا انا اتوقع ان شاء الله يبقى في ميداليات اكيد. احنا بص حضرتك كل البطولات اللي فاتت ثلاث ارباعها الناس جابت ميداليات بالصدفه. وده اللي احنا بنقوله الرساله. احنا مش عايزين المنبر. نشتغل على الصدفه، مش عايزين احنا عايزين الصدفة. نشتغل في اطار تخطيط يعني. منظومه تخطيط ومنظومه. احنا ده من منبر الاعلام الكبير ده قناه تانية طبعا المصريه، احنا بنتكلم وبنناشد السيد الوزير ومعاه فخامه الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي اللي قال ان الرياضه امن قومي طبعاً. ان الناس اللي بتشتغل في اللجنه الاولمبيه تراعي ربنا كانهم ولادهم بالظبط. وزاره شباب الرياضه ان هي بتنفق ما بتبخلش، ما يجيش واحد يقول لا ما حصلش. الدكتور علاء مشرف نائب رئيس اللجنه اللي استقال بدون اسباب، لا لازم نعرف ايه اسبابه طبعا. ما ينفعش انك انت كنت في المركب وتنط وتسيب اللجنه الاولمبيه وداخله على حراك او داخله على اولمبياد 2020 الناس بتشتغل عليه. البطل الاولمبي بيتكلف اكتر من 20 مليون جنيه، طب احنا ثلاثه يعني 60 مليون جنيه مثلا لو كانت عمله، لكن الناس تطلع بالصدفه يبقى ده في فشل في المنظومه الرياضيه. نتمنى ان شاء الله حسن الانتقاء بعد كده ونستفيد من الدروس اللي فاتت. وبشكر وجود حضرتك معانا الاستاذ جمال البدراوي نائب رئيس تحرير جريده المسا واطلالتك على ده وتنبيهك ونصيحتك للناس اللي شغالين في هذا المجال. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. هنطلع فاصل مع كل الساده المشاهدين ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم وضيفتنا في الفقره القادمه دكتوره رانيا يحيى عازفه الفنون.